منساش من بعيد. لا ما ننساش، والصور التي نشرت انا فين اللي في فين رندا يا رندا، انا مش قلت لك هذا كلام لا يجوز؟ قلت لك هذا الكلام لا يجوز، وهذا الكلام في قضيه شغاله، والحمد لله اتحبس البنتين لكذبهم وتزويرهم الصور. انا ما جبتش سيره. ايوه انا بقول اهو حضرتك تفتح وتحبسوا، وان شاء الله بس معاه في التنفيذ، وان شاء الله في نقد، وباذن الله تعالى في النقد هيكون على فكره اللي الناس مش فاهمه. يا بناتي ارجوك لو سمحتي هذا الكلام تعريض، هذا الكلام تعريض، يا غيري الموضوع، تكلمي في امور تهم الناس، تكلمي في امور عامه، تكلمي في حياتنا الواقع المهيب، لكن ان تقولي هذا الكلام بتزعلني وحضرتك هذا الكلام تعريض، هذا الكلام تعريض. ثانيه واحده بس، حضرتك واخد 1000 جنيه عشان تيجي تزعق لي؟ بقول لك يا استاذه وتهزقني من ساعه ما قعدت، حضرتك مش بترد على السؤال، انا جاي تتخانق. هتغير موضوعات ولا ما اقولش؟ انت بتهددني، انت جاي. لا غير موضوعات، هو في رجل جاي لو سمحت غير موضوعات. انا بقول لك اهو غير الموضوعات، غير الموضوعات. حضرتك اللي بتشرط عليا يا استاذه، غير الموضوع. انا ما اتكلمتش موضوع في غير الموضوع، بقول لك والبس الحجاب. لا مش لابساه، انا لابسه ربنا عشان ربنا خلاص. مش عشان ربنا، مش عشان حد. انا اشترط قبل ما اقعد، ولازم انا عند لازم يبقى عندك مبدا، وانت وافقت وضعت الحجاب تشيلي تاني ليه؟ لا انا ما وافقتش. ترجع في كلامك ليه؟ لا انا ما وافقتش. انت هكذا وبعدين. لا ما انا قلت وحجاب ايه اللي محطوط وشعري يا استاذ رندا؟ انا قايل لك هذا الكلام، انتوا جايبين الضيف علشان تمرمطوه، جايبين الضيف عشان تحرجوه. حضرتك انت عاوزه في قضيه حضرتك النهار اللي بتزعق من ساعه انا انا رافع قضيه على النهار، انت عارفه كده كويس قوي، وهتنظر في مايو تاجلت عشان خاطر اغلق القناه. جاي فيها ليه؟ ما عايز تتكلم. انا رافع قضيه في النهار جاي فيها، بتاخد منها فلوس ليه؟ طب والله العظيم بتاخد فلوس ليه منها وعايز تتكلم؟ يعملوا هذا الكلام مع القناه، بتاخد فلوس والله واجر العظيم. ليه؟ مش حضرتك واخد منا فلوس والله العظيم عشان تظهر؟ استاذ ايهاب لا تقصدي هذا بشكل. انا مش جاي عشان هذه المرمطه، انت كلمتيني في التليفون ادي الناس اللي إن بترفع قضايا على قناه الفضائيه، وانسان 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 قلت لي وبتعمل تمثيليات على الناس. انا اسفه جدا ان في ناس بتتاجر بالدين كده. انا اللي هقوم مش انت.